بحثوا عن متابعة وزني على ما أظن. نعم. خذي القبعة وخذي السترة. الشيء الجوهري في هذه المسرحية هو ما لا يمكن قوله إلا فيها. استكمالا لفعاليات المهرجان الطلابي المسرحي 19 الذي تقيمه جامعة الموصل كلية الفنون الجميلة، لا زالت الأعمال مستمرة لحد الآن، واليوم شهدنا عرض مسرحية مرجانين العصر. هذا العمل الذي أوحى بفلسفة كبيرة جدا وأعطى مثالا كبيرا لحياتنا الواقعية. اليوم نحن نشد على أيدي طلبتنا الأعزاء وهم يعتلون منصات الجمال والإبداع. نتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في كل ما من شأنه أن يؤطر للمسرح، للجمال، للإبداع. تحية كبيرة لهم ولكل من دأب وساهم في إنجاح هذا المهرجان. أقام قسم الفنون المسرحية موسمه المسرحي 19، وهو حقيقة من يعني تنفيذ وتمثيل وإخراج طلبة القسم. وحقيقة جاء هذا المهرجان بعد توقف دام أكثر من سنتين نتيجة ظروف الماضية كورونا وما رافقها. المهرجان هو طاقات شبابية في التمثيل والإخراج والتقنيات الأخرى، وبإشراف الأخوة الأساتذة الموجودين في القسم وفي الكلية. حقيقة هناك طاقات واعدة تمخض عنها هذا المهرجان، يعني من حيث التمثيل، من حيث الأداء والتقنيات الأخرى في السينوغرافيا وإلى آخره. أتمنى أن تتواصل هذه المهرجانات المتألقة التي تعكس صورة كلية الفنون الجميلة الناصعة وطلبتها وأساتذتها. المسرحية كانت بعنوان مجانين العصر للتأليف ديمتري بانياس. كانت هذه المسرحية تحكي عن الشيء الجوهري المكون من السحر، المرارة، الجنون، الحكمة، اليأس. هذا الخليط كلنا نعرفه وهو موجود في كل عراقي فينا، نراه حيثما نذهب.